يا من لماكم قطرة عسل تنشاف، يا من لماكم قطرة عسل تنشاف، ما بدي ميطة من الكاس تنشاف. معي كنت خايف يا زين يا زين تنشاف، وهلك يرمل بريم على نقار يا عمي. هم عجل الله يخلي صلي ساعة بغمز فيه، صلي قبلي صياح الدين. ولع عيوني بغمزك يلا سوا 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 سوا. هي بناء على طلب كانت دانا غنية. شكرا لك على الختام. بس الحاكورة شو؟ الحاكورة هي الـ 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 الأرض الصغيرة، حاكورة بتكون هيك قدام البيت، بزرعوا فيها بندورة وخيار وباذنجانات ونعنع وبقدونس، هي اسمها حاكورة قدام البيت. هي بقولوا لها هي كانت ثالث فقرة معنا. بنرجع لفقراتنا وبننتقل لرابع فقرة.